الصحفيون ليسوا أفضل حالا من المدنيين في لبنان، قتلى وجرحى بالعشرات منهم في الحرب الدائرة وخصوصا في الجنوب اللبناني، ومن لا يموت أو يصاب يتعرض إلى مخاطر تهدد حياته أثناء عمله الميداني. على مشارف الضاحية يقوم صبحي بتغطية الحرب منذ اندلاعها وعلى مدار ساعات طويلة. عم نشتغل بأصعب مرحلة بتاريخ الشرق الأوسط، حتى أصعب من 48 وال 67 وال 82. اليوم الشرق الأوسط عم يشهد موجة كبيرة من التغيير ومن الحروب. الصحافي بالنهاية هو نائل للفكرة ونائل للخبر وعنده رأي، وهو أساس من أي شيء سياسي أو أي شيء ميداني بيصير بالعالم. ما لازم هو يكون الهدف، أهم شغلة يحيدونا عن كل شيء مشاكل. فريق إعلامي آخر يقوم بتغطية تطورات الميدان الجنوبي. صار لي تقريبا سنة وشهر عم بشتغل بتغطية هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان. بداية هذه الجولة أو هذه التجربة كانت من الشريط الحدودي مباشرة بأرميش، انتقلت بعد إلى صور ومرج عيون والبقاع. أنا حاليا متواجدة بمنطقة مرج الزهور، هذه المنطقة هي أولى البلدات في جنوب لبنان في قضاء النباطية تحديدا. اليوم نبتعد قليلا عن الحدود بفعل الغارات الإسرائيلية وقطع الطرقات، والأهم هو الاعتداء على الصحفيين. أنا أيضا كنت ضحية لهذه الاعتداءات بأولى هذه الحرب تماما مثل هذا الشهر من سنة. وهنا تتعالى الأصوات لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين. ضروري نشير إلى أعداد الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين خلال تغطيتهم وخلال عملهم الصحافي. نحن وصلنا أو رصدنا بمؤسسة سمير قصير أعداد غير مسبوقة من الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين، إن كان بقطاع غزة فقد سجل أكثر من مقتل 180 صحافي، وأيضا في لبنان سجل مقتل أكثر من 11 صحافي ومصور. ضروري نشير إنه أهمية احترام وتطبيق القوانين والقرارات والمواثيق الدولية، مثل مثلا تحييد الصحفيين الذين يتمتعون بالحماية الذات التي يتمتع بها المدني خلال حالات النزاع وفقا للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف، وأيضا وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة. تضحيات كبيرة يقدمها الصحفيون في الميدان، منهم من يقتل ومنهم من يصاب من دون محاسبة للجاني الذي يفلت من العقاب. من هنا تتجدد الدعوات بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين في المحافل الدولية. ستريد عبعينو، المشهد، بيروت.